بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في قناة بودي دار يوتيوب. في هذا الموضوع سنتكلم عن مشكل سلسلة أساسين كريد يونيتي، يعني الجزء الأخير الذي ظهر فيه مشكل عند دخول اللعبة أو ظهور شعار الويندو الانفيديا عفوا. فنلاحظ ما يسمى بتشنج للعبة أو توقف وربما خروج أحيانا أثناء اللعب تخرج اللعبة. هذه هي أهم مشاكل هذا الجزء، يعني حتى بعد استعمال التحديثات أو الباتش أظن 1.21 هذا هو الإصدار، فلا يتم التخلص من هذا المشكل. الآن في عجلة، يعني حتى هناك الكثير لنتكلم عنه، ولكن حتى لا يطول الفيديو سنتكلم عن السوليسيون أو الحلول مباشرة. فنبدأ بأول شيء وهو يعني دائما أهم شيء هو تحديث كارت الشاشة الخاصة بك. يعني إذا كنت تستعمل إصدار قديم فاذهب إلى الموقع الرسمي سواء كان عندك ATI أو إنفيديا. نذهب مباشرة إلى الموقع الرسمي. مثلا إذا كان عندك إنفيديا هذه هي، نذهب مباشرة للموقع الرسمي، ندخل على الموقع الرسمي وهذا هو هنا في دالون درايفر، نختار لاحظ جي فورس مثلا هنا ما يسمى بالسيري أو إصدار الكارت جرافيك الخاص بك، الرقم هذا هو بالتحديد مثلا، يعني مثلا هذا الإصدار، اختار هذا الإصدار مثلا، نظام تشغيل ويندوز، كذلك اللغة انجليش وريشارش، فيأتي الإصدار الأخير وهو 359.6، هذا هو آخر إصدار من الانفيديا وحجمه 303 ميجا. قم بالضغط على دالون وتحميل، يعني ضروري أن تستعمل آخر إصدار. فمن المفترض أن لا تتكلم وأنت لا تستعمل آخر إصدار، استعمل آخر إصدار ثم ابحث عن الحل إذا لم يكن هناك أو كان هناك مشكل. الآن هذا بالنسبة للإنفيديا. إذا كان الـ AMD فأنصحك بالدخول على هذا الموقع أفضل من الدخول على الموقع الرسمي. لماذا الموقع الرسمي؟ الموقع الرسمي لتتأكد أنه آخر إصدار ويسهل عليك التحميل. هناك موقع دائما يدفع بآخر إصدار من الـ AMD أو رادلون ATI، هناك دائما موقع يضع هذه الدرايفرات فأنصحك باستعماله. الدرايف الأخير المتوفر في الـ AMD هو 15.11.1، لاحظوا هذا هو بيتا. بيتا يعني إذا كنت تعرف الإصدار، لاحظوا هذا هو آخر إصدار دالون ويندوز، ويندوز 10 32 64 32 7 والايت 32 64 أيضا. بالضغط على دالون سيبدأ التحميل مباشرة، حجمها في حوالي 313 ميجا. هذا طريقة إصدار. من المفترض أننا نتكلم عن طريقة تحميل التحديث، ولكن حتى ربما يسهل على الذي ربما لا يعرف كيفية تحميل التحديث. بعد أن تقوم بتحميل التحديث اعمل حذف أو إنستال للدرايفر القديم وقم بتشطيب الدرايفر الجديد سواء كان إنفيديا أو AMD. أنا أستعمل AMD على فكرة. ونذهب مباشرة إلى بعض الإعدادات عليك تغييرها في الـ AMD. طبعا الـ إنفيديا لا أعتقد أنها تختلف كثيرا، استعملت الـ إنفيديا وأعرف الـ إنفيديا من قبل، لذلك فحاول مطابقة هذه المواصفات إذا كنت تملك إنفيديا، حاول مطابقة هذه المواصفات. نذهب إلى بعض تغيير بعض الإعدادات. طبعا قبل أن نضع الجيم هنا نذهب إلى هنا في هذه الخاصية ونقوم بالتعديل على بعض، بالدخول على جلوبال الوان درايفر AMD. هنا سرعة البروسيسور أو معالج الكارت جرافيك وكذلك الميموار كلوكت أو تردد الميموار. هنا نقوم بضبطها على هذا الشكل طبعا، ثم أبليكي هكذا. الآن نذهب إلى هنا في الجلوبال جرافيك سيتينج ونقوم
هنا في الانتي اليسينج مود هنا نختار هنا كاين الاوفر ابليكيشن سيتينج نختار يوزد ابليكيشن سيتينج هكذا انتي اليسينج مود هات دحا هذا الخيار اختر هذا دح لا يهم ليس بهذه الأهمية المهم هذا عطل هذا الخيار off هذا الخيار used application setting هذا الخيار دحه في used application setting طبعا هذا فقط نقرأ واحدة تغير الخيار text filtering quality standard performance أجا يعني تسريع performance هنا في الفورمات اوبتيميز اون شغل هذا الخيار كذلك الخيارات الاخرى تشغيل كذلك اخر خيار وهو هذا الام دي اوبتيموس فنختار يعني تحسين الام دي وبهذا الاعداد نقول قد هيئنا الكارت او الدرايف الخاص بكارت جرافيك لتشغيل الالعاب في اقصى طاقتها الان نعود الى جو باك الجيم ونقوم باضافه الالعاب من هذا الخانه لاحظوا هذه الالعاب نقوم باضافه اي لعبه نريد مثلا اذا اردنا اضافه اي لعبه فكل ما عليك هو البحث عن مكان اللعبه مثلا نذهب جيم مثلا هنا عندي ميد ماكس يعني مكان تواجد اللعبة ثم تطبيق اللعبة ضحوا هنا وبهذا نكون قد أدخلنا اللعبة في الإعدادات ضبط الإعدادات الخاص باللعبة هذه طريقة لتسريع الألعاب كذلك لهذه أو التخلص من هذا الخطأ أو المشكل الآن نغلق هذه الإعدادات هذا خيار بالنسبة لإنفيديا لا يختلف الأمر قم فقط بكليك أدروات وذهب إلى خيار إنفيديا أو كنترول بان الخاص بإنفيديا وقم بإضافة اللعبة وكذلك التعديل على خيارات 3D جيم الآن بعد أن غيرنا على اللعبة نذهب إلى آخر إعداد وهو لاحظ أين نذهب إلى ديكيمون ثم نذهب إلى خيار أساسين كريد سانديكيت ملف اللعبة هنا ليس ملف اللعبة وإنما في ديكيمون هناك حفظ لتغييرات أو إعدادات اللعبة هذه الخاصة بالجرافيك إذن هنا في الأدابتر نغير بعض الأمور display name كذا كذا display width هنا في الارتفاع ويعني حجم أو قياس شاشة لذلك نترك هذا الخيار كما شاء أنت قم بربما خفضه إلى أقل إذا أمكن هنا في هذا الخاصية اجعلها 50 هكذا ثم هنا في الويندوز مود اتركه كما هو هذا الخيار هذا الخيار قم بتغييره هذا الخيار قم بتغييره إلى الصفر كذلك استراتيجينج هذا الخيار غيره إلى الصفر ثم الخيارات الأخرى نفس الشيء قم بتغييرها هنا هذا الخيار إلى الصفر كذلك هذا الخيار يعني حاول ضبط الإعدادات كما هو موجود في هذه الصفحة المهم جدا بلوم الأس أس أو أيضا الأنتي أليزينج مهم جدا هذا الخيار ضحوا على الصفر كذلك الفوق والبوست فيكس كذلك هذا الخيار صفر وصفر ثم الجلوبال اوتوميشن هذا الخيار صفر كذلك هذا الخيار صفر ثم مين ماب هذا الخيار صفر هنا يعني بوضع صفر انت تعطل هذا الخيار هذه يعني تضغط على الكارت الخاصة بك وبالتالي تسبب لك ربما تعنت في اللعبة وتوقفات مفاجئة في اللعبة الآن آخر خيار وهو هذا
بلاتفورم ضحوا صفر، وبهذه الإعدادات تكون قد لاحظوا هذه هي الإعدادات، حاول ضبطها إلى آخر خاصية هنا يعني بعد أوبسيون ضع صفر، ثم حفظ التغييرات. بعد حفظ التغييرات ادخل على اللعبة وستجد أساسين كريد تعمل بشكل عادي، يعني هي تعمل عندي بشكل عادي، أن تقوم بالدخول وتجربة الأمر فقط. ربما البعض يجد أن هناك أو اللعبة لا تدخل أو تتوقف في البداية، أحيانا بعد تركيب الباتش يحدث هذا المشكل، لذلك أنصحكم بتشطيب اللعبة، قم بحفظ ملف اللعبة أو المراحل اللعبة في ملف معين، ثم قم بحذف اللعبة، ثم إعادة تشطيب اللعبة مرة أخرى، ثم قم بالتغييرات كما في الفيديو، وإن شاء الله سيحل المشكل. إلى هنا أتمنى أن يفيدك هذا الفيديو، ودمتم في أمان الله.